تفضل. بونجور حضرة المدير. اهلا بونجور. كيف صحتك؟ شو الحال؟ اهلا بخير. اهلا وسهلا. اهلا حضرة المدير، كنت عايزتك. لحظة صغيرة. ولا يهمك. تفضلي. حضرة المدير، أول شيء ارتاحي ارتاحي ارتاحي. ميرسي. أول شيء نعم. يعني أنا ما بدي أخذ من وقتك كتير، بس بدي أحكيك هالكلمتين. يعني أهلا وسهلا، تفضلي، عم بسمعك. أنت بتعرف هذا المدير تقريبا إلي بحدود 6 سنين أنا بالشركة عندكم. نعم. وبتعرف قديش أنا بحب شغلي وكفوقة وهيك. ما عندي شك، السي في عندك كتير كتير منيح. نعم. فأنا حضرة المدير يعني كان عندي طلب صغير، لو سمحت إذا فيك هيك تلبي لي إياه أو شيء. يعني تفضل. انا بتعرف اني بشتغل 8 ساعات بالنهار. نعم. صح. وانت بتعرف قد ايه انا بحب اشتغل وبنبسط كتير كتير لما بكون عندي شغل. ايه بعرف. فانا تقريبا من 8 ساعات عم بشتغل بس بحدود 6 ساعات يعني. ليه؟ او 5 ساعات، لانه هيدا شغلي كله عم خلصه بهالقد وقت. بيبقى عندي 2 3 ساعات ما عم بعمل فيهم شيء. بقى بس يا ريت انه اذا فيك هيك انه اشتغل شيء زياده، يعني انه حتى يكون عم اشتغل 8 ساعات. برافو. ايه وبس شغله حضرة المدير، انه انا في دمازيل بالارشيف، باتي مال الارشيف. تركت، فلت، تجوزت وهيك. تركت. فانه بدل ما تجيب وحده جديده وهيك، انه بركي انا بستلم شغله وبلحق على الاثنين. برافو. برافو. برايك انه بتزبط او شيء او هيك؟ شو برايي؟ يعني انا بهنيكي من كل قلبي على هالاندفاع اللي انت فيه، وبالفعل يعني انا هاي رح شوف لك اياها كثير. عن جد عن جد كثير هالاندفاع رح شوفه طبعا. انا بشكرك كثير كثير. خلص ولا همك ولا همك. ميرسي. سوري. لكن انا هلا بعطيهم خبر، ابتداء من بكره بتبلشي تستلمي الشغل تبع الارشيف وشغلك، وانا اكيد انك رح تلحق عليهم. ميرسي كثير حضرة المدير. ميرسي. ميرسي. يا هلا. اذا بدك تعزت اقول انا بالمكتب. يا هلا. كلك زو حضرة المدير. ميرسي بكم. برافو عليك. لا يستنى. برافو عليك. حضرة المدير مرحبا. لحظة. اهلا. قبل المرحبا، شو فايتي على خان يا دموزيل؟ معلي استاذ حضرة المدير، انا كثير معصبة. لان من شو معصبة؟ والله من شو معصبة، لانه بعدني هلا قبضة معاشي. ايه نعم. ايه مبروك، صحتين على قلبك، قبضي معاشك. مين لقطي؟ لا حضرة المدير، انا كثير زعلانة لانه الي شهر انا عم بشتغل الشغل الزيادة بالارشيف وشغلي كمان، وانا ما جيت قلت لك حضرة المدير اعطيني شغل زيادة. ايه طبعا قلت لي اعطيني شغل زيادة. ايه اعطيتني شغل زيادة ونزلت لقيت معاشي هو ذاته. لحظة، اذا بتريدي ما تحرفي الكلام، هي انت بعظمة لسانك قلتيها. انت جيتي من شهر لهون وطلبتي شغل زيادة، قلت لي اعطيني شغل زيادة، ما قلت لي اعطيني معاش زيادة.